وحش والله. سعر زيادة. مشاهدي قناة شوف تي في، سلام الله عليكم من مدينة الجاية. كتواجد معنا فاطمة الزهراء، فهذه قصة كفاح لأم عايشة مع وليداتها في عشة، وكتخرج تبيع النعناع باش تجيب لقمة العيش حلال، وقصتها مؤلمة، فهي كتعذب كثير هذه السيدة، عندها 4 ديال الوليدات، هي تالحدود الساعة، هي باقا خارج الشارع، باقا كتبيع النعناع، مازال باش تجيب لقمة العيش للوليدات ديالها، ومكرفصة ومحنة بزاف، غادي نعطوها باش هي تقربنا من المعاناة ديالها، المشاكل ديالها، المحنة ديالها، فهي القصة ديالها مؤلمة جدا، وكتعاني الأمرين، وبعد ما قاسات عليها الظروف وغلبتها الظروف، فهي يعني خرجت تبيع النعناع، ومن الساعات الأولى من كل صباح، يعني كتخرج الصباح بكري وكتبقى في الزنقة حتى الحدود هذه اللحظة، لأن كما كتلاحظوا هي فاترة في الزنقة، ها هو كيفاش كتشوفوا، يعني هي فاترة في الزنقة، كما كتلاحظوا هي هنا، هذا هو المكان فين فترات هنا فين كتواجد هذه السيدة، وهذه هي الكروسة ديالها ديال النعناع كما كتلاحظوا مشاهدي قناة شوف تي في، يعني هنا في الشارع العام فين كتواجد هي، فين يعني كتحاول تشتغل تبيع النعناع باش تعيش وليداتها. غنعطوها هي تتكلم لنا على القصة ديالها وعلى المعاناة ديالها، تفضلي. السلام عليكم خوتي احبابي وصحابي، انتما كما كتشوفوا انا كنخرج مع 6 تاع الصباح كندخل المارشي بحالي بحال الرجال باش كنتقدى داكشي اللي كيقسم الله باش كنبيعو. عندي 4 ديال الوليدات، جوج راني ما جايباهمش معايا، مخليهم عند خويا في الدار باش يبقاو يفطروا ويبقاو ياكلوا، وجوج الصغار كنجيبهم معايا. هذا هو حالي، تنبقى هنا كنفطر هنا، كان مورا الفطور كنبقى كندبر عليك 400 ولا 300 ولا شناهي اللي قسم الله. كيجي واحد السيد هو اللي كيدير فيا تاع الله، كيوصلني حتى لداري. الصباح كنشد المركوب وكنجي باش تاني كندبر على قوت ولادي. 6 كنوض كندخل المارش، 6 تاع الصباح كندخل بحالي بحال الرجال، يعني كندخل بصيفة راجل ماشي بصيفة ديال المرأة. كندخل كندخل ولادي في جنبي، كنتقدى داكشي اللي كيقسموا لي الله، انا بحالي كنتساطح مع الرجال كيقول لي الفريان، كنقول لي لا انا غير كذا وكذا، كنبقى كنتشاطر حتى كنجيب داكشي اللي كيقسم الله. كنجي كنفرش الطويبله ديالي، كنجلس في العشيه، الحباب هما اللي تيجيبوا لي فطوري، يعني انا دابا صايمه حاليا هو رمضان، ما عنديش كيفاش ندير باش غنمشي ندير فطور. انا كنسكن خارج جديده في كورس تاع الخيل، الى انسان تعرف كورس ديال الخير، كنسكن تماك، ومن تما كنشد الطونسبور وكنجي حتى لهنايا لسيدي موسى باش كنبيع، وباش كنعاود ثاني في العشيه كنرجع ثاني باش ندير السحور لولادي، يعني ما عندي لا نعاس لا والو. كنعاود ثاني الصباح مع 6 كنفيق، كنجي نفس السيستم، غدا جايه غدا جايه غدا جايه، ديما معاك ديما معايا، الا الاخرين اللي مع خويا هما اللي سالكين، كيبقاو مخزوني على الشمس ومخزوني على اي حاجه، ما عندي لا مدرسه لا حتى شي واحد ما تيقرا، ما عنديش امكانيات باش نشري لهم حتى الكتوبه، هما الاخرين ولياتك غير 4 ما كيقراوش حتى واحد ما تيقرا فيهم، كلهم جالسين عند خويا، الا جوج اللي كيجلسوا معايا هنا كيبقاو معايا النهار كامل، مساكن كيدورو، داك الوليد الصغير كيمشي يتسخر ليا عند شي واحد بحال كنقول يجيب ليا الماء ولا يجيب ليا شي حاجه، المهم كيعاوني. هما الاخرين كيبقاو عند خويا، حتى كنمشي في الليل عاد كنطلع، لقيتهم ناعسين كنخليهم، لقيتهم فايقين كنقول لهم هبطوا ماما للدار. انا هنا في سيدي موسى، والبلاصه اللي كتسكن فيها العشه شحال بعيده من هنا تقريبا؟ راه في الخرجه ديال ازمور، خرجه ديال ازمور بحال غادي راكب الازمور، ما بين ازمور وجديده، جيت ما بين ازمور وجديده، يعني يوميا غادي يوميا نهار على نهار، 6 الصباح تلقاني قلت لك بحال فايق الراجل، يعني الرجال يبقاو في الدار ناعسين، المراه راه فايقه بحال بحال الراجل. كندخل المارشي كنتقاتل مع الرجال، واحد يلوحك لواحد، واحد يقول لك كلمه خايبه، واحد يقول لك كلمه زينه، يعني ذاك المعاناه اللي كي
كتعيش عيش الانسان كنعيشها انا بوحدي، ما كيعيش ما يعيش منها شي واحد الفر ولا خر ما يقدرش عليه. لحقاش كنمشي كندخل المارشي كنتقدى، نقدر نهز داكشي على داري الا ما لقيتش ترونسبور، نهز داكشي على ظهري ونبقى نقل من المارشي حتى للطابله ديالي ونعاود نرجع. والبنيه في ظهري هي كما كتشوفوا، البنيه دابا هي ناعسه في ظهري، يعني ما عنديش كيفاش غندير ليهم. بحال هكا كنبقى معاهم تنمشي في الليل، نمشي في الليل ندور لهم تاني شنو خاصهم، ندور تاني في الدار، يعني مع عيني كندير لها بحال هكا كنحلها كنجي للمارش، كنجي هنا تاني كنبقى كنفطر هنا في هاد البلاصه. ها هي الا كانت هي تقريبا كتفيها ان الولاد الصحوات يعني معاش كتدخل للدار. يعني دابا شحال التوقيت غتكون؟ دابا شي 10 ونص 11 12 غادي نكون انا في الدار. 12 خرج مع 6 تاع الصباح. هادي ود الفجر كنتسحر، كما كنتسحروا كنبقى فايقه انا صافي ما كنرجعش نعس. خاصني ود الفجر نبدا بريباري باش نخرج، باش ندخل في التوقيت ديالي باش ناخذ ثاني السلعه نقيه، باش نلقى شي حاجه نقيه. ما جيتش في الوقت كنلقى كلشي داوه، صافي كتولي حتى كتشوف فيهم شحال قال لك غتاخذ وانت ما عندكش ظروفك ما كتسمحش لك، ما كتسمحش لك. قال لك 50 درهم انت ما عندكش، الا قال لك 20 درهم انت فوق راس نيرك 10 دراهم باغي تاخذ حاجه بسيطه. هذه هي المعاناه اللي كان انا يا خوتي النهار كامل ما قلت حتى شي واحد اللي في قلبه رحمه الله راه ما يقدرش يبقى هنا. ها هي دابا هاد البنيه لو كان دابا شي واحد يمسها رجليها باردين ثلاجه النهار كامل الا نعست. ها هي في ظهري دابا، هي في ظهري تنوصل للدار ما عنديش غنحطها ما عنديش غنديرها. ها انتما كيما كتشوفوا فرشه هاد المنطه في الارض، شكون اللي غيقدر ينعس في الارض بارده؟ غيقد شي واحد ينسى؟ حتى شي واحد. ها انتما كتشوفوا المعاناه خوتي. الله يجازيكم بخير والعواشر هادي ورمضان لما عاونوني، عاونوني نخرج من هاد الفقر. الله يرحم ليكم الوالدين، كنطلبكم وكنترجاكم اخوتي المسلمين عاونوني نخرج من هاد الفقر. راه عييت راه ما بقيتش قدرت نعطي بالراس لولادي ونقول لهم راني بق جايبه لكم 20 درهم ولا جايبه لكم 10 درهم. لحقاش ما كيقراو ما والو. عييت 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 بزاف وشكرا لكم بزاف. عطينا رقم الهاتف ديالك باش اللي بغى يتعاون معاك اللي بغى يساعدك عطينا رقم الهاتف ديالك. شحال؟ صفر ستة أربعة جوج أربعة خمسة خمسة تسعود ستة تسعود. النداء ديالك توجهت للمحسنين هو يعاونوك. توجهت للناس خوتي فين ما كانوا في ما يشوفوا ظروفي ويجوا حتى لعندي ونديهم لداري ويشوفوا كيفاش كنعيش. كتعيشي في عشا؟ وسط البر الزنك، يعني الشا برا والشا لداخل، الشا برا والشا لداخل، ماقدرش شي واحد يعيش. كيما كنمشي من هنا الشا كنمشي تما كاين الشا، ما عنديش ما نزيد ولا ما نوخر، ما عندي حتى شي حاجة إلا الله سبحانه وتعالى هو اللي عندي. والسلام عليكم. إذا كما شفتوا هاد السيدة المعاناة القاسية اللي كتعاني فالظروف ديالها صعيبة وصعيبة جدا، دائما هي في هاد المكان بحي سيدي موسى. هادي كما قلنا سيدة في جديدة سميتها فاطمة الزهراء، قصة كفاح أم عايشة مع وليداتها في عشا وكتخرج في النعناع باش تجيب لقمة العيش حلال، وقصة مؤلمة كما حكات لنا وكما سمعتم مشاهدي قناة شوف تي في. فكنتمناو من أصحاب القلوب الرحيمة، كنتمناو من الجمعيات اللي كتبغي دير فعل الخير، وكنتمناو من كل من يقدر يساعدها يتصل بها وتواصل معها في الرقم الهاتفي اللي مبين على الشاشة. وفي انتظار تدخلكم ومساعدتكم لها فكننهيو هذا المباشر، حنا غننهيو المباشر وكي هي المعاناة ديالها غتبقى متواصلة إلى حين التدخل ديالكم والمساعدة ديالكم لها. وفي انتظار ذلك استودعكم الله وإلى اللقاء.